معنى ديال العيد والأصلو وداكشي كله إلا بغيتو. هو أولا القضية ديال ما يسمى بالساكريفيس أو الأضحية، هي من الأول بدات، يعني من قابيل وهابيل بدات القضية ديال قصة الأضحية، حتى أن قابيل كان عبارة عن فلاح وهابيل كان عنده الغنم، كان راعي. كتعرفوا بأن العبرانيين هما رعاة، ما كانش عندهم أرض، ما كانوش كيديروا الزراعة، فكان عندهم مشكل دائما مع الحضارات الزراعية، كانت بابل أو آشور أو سميتهم هذوك اليمنيين أو المصريين، كانوا دائما عندهم مشاكل معهم. وفي القصة ركبوا لنا أن يعني المزارع اللي هو قابيل كان إنسان ما مزيانش، وهابيل اللي أعطى الله قدم ليه خروف الله عجبه الحال، ولم ينظر إلى ما أعطاه قابيل من زرع. وهناك تبان لك انحياز الإله إلى التضحية أو الأضحية ديال الحيوانات، فالهدية ديال الحيوانات كيتقبلها أكثر من سميتو. حتى أن في التوراة لما نجا نوح من الغرق نزل ويذبح المئات ديال الأضحية، ونظر إليه الإله وابتسم لما شم رائحة الشحمة، كانت الشحم كي تحرق، وهي رائحة محبوبة إلى الإله إيل. وهذه الرائحة هذه كتبقى غدا معنا في كل العصور ديال الديانة. مثلا القصة ديال مثلا جهنم جينوهيم، هي منطقة في قرب من جبل موريا، وكانت تابعة لجينو، واحد السيد سميتو جينو، وكانت منطقة ديالو، وكانوا كيمشكلوا فيها الدراري اللي كانوا كيتقدموا يعني أضحيات. فهذا الإله عنده تاريخ من اللي كان باقي صنم، من اللي كان إيل صنم وحده عشيرة الزوجة ديالو، هذا الصنم كان عزيز عليه الدم ديال الأطفال، كيبغي الدم ديال الأطفال وكيقدموا ليه الأطفال. كانت القضية هذه منتشرة عند الكنعانيين وعند العبرينيين، كانوا دوك اللي ذبحوا الطفل ديالهم كيمشيو يلوحوه في هذه الزباله هذه اللي هي جينوهيم. فملي كيكثر عليهم داك الدبان وداك الجوتات ديال الدراري الصغار من اللي يوحى في هذيك المنطقه كيحرقوها. هي فاش ولات ديك النار ديال جهنم ولات يعني معروفه على انها فيها لي كادافر ديال الانسان من اللي يوحى فيها، ومنها خرجت انها منطقه اللي اصبحت تشير الى هاد المنطقة الإلهية اللي غادي يلوحفها الإنسان ويحرقوا إلى الأبد. وهاد قتل الأطفال هادي كانت في العبرية كانت شيء مقبول، لأن قصة إبراهيم مع إسحاق، رغم أن المسلمين كيسحبوا أنه إسماعيل، ولكن القصة الحقيقية أن إسحاق، لأن القصة مع إسحاق واضحة أكثر مع إسماعيل، لأن إسماعيل زرع عليه ما يمكنش يمشي عاوتاني يرجع يقتله، وديزا زرع عليه وتكرفس عليه وامو يرجع عاوتاني يقتله. وإبراهيم ما هضر مع حتى شي واحد، راه حلم. القضية كلها أنه كان حلم بأن الله طلب منه أنه يعطيه الولد ديالو، بحالك داك كيقول لي ابنك اللي عزيز عليك بغيتك تقدمه ليا قربان، وشدك الولد وطلعوا إلى جبل موريا وحطوا في الألتر، وثلاث أيام هو كينتظر أنه يقتله. النهار الثالث شرع في القتل دياله لما جاء الله الملائكة بهذا الخروف. ولكن الغريب في الأمر أنك تقول
قصة إبراهيم مع إسحاق في هذه القصة هذه هي عبارة عن وضع حد لقتل الأطفال من أجل التقرب إلى الله. ولكن بعد قصة إبراهيم مع إسحاق بمئات السنين هذا الإله هذا غادي يتقبل واحد الطفل كقربان وهي بنت جفطة. وجفطة كان من الرسل الغير واردين في الإسلام ولكن واردين في المسيحية وفي الديانة اليهودية. وهذا جفطة كان ابن عاهرة وكان يعني ممنوع أنه يدخل إلى إسرائيل وكان عايش ما بين إسرائيل والفلسطينيين أو ما يسمى بأناس البحر. وكان جاءوا عنده الإخوان دياله وقالوا ليه إحنا نعترفوا بك كابن شرعي إلى عاونتنا أننا ننتصر على الفلسطينيين لأنهم أظن الأمونيين لأنهم استباحونا وما قديناش. فلما ذهب جفطة لكي يطلب الله لأنه ما كان ديك ساعة الله قريب لهم يعني كيهضروا معاه غير عادي. فجفطة مشى عند الله وكيطلب فيه باش يعاونه وكان حوار ما بينه وما بين الله. والله قال ليه خصك تعطيني شي حاجة إلا بغيتيني نعاونك ضد الأمونيين. والأمونيين أونتر بارونتيز هما أبناء لوط. أبناء لوط هما الأمونيين هما في منطقة ما تسمى بالآن رام سمي عليهم عاصمة الأردن اللي هي عمان. عمان مسمي على العمونيين. هاد العمونيين هادو كانوا دائما في صراع مع إسرائيل. وهاد جفطة هذا طلب الله وقال لي خصك تدير معايا سميتو. القالب اللي دار الله جفطة أنه قال لي خصك تعطيني قربان. جفطة قال لي ماشي مشكل أنا ما غاديش نقول لك أشنو غنعطك لأن عندي بزاف عندي خرفان عندي جمال عندي سميتو يعني حيوانات صغيرة كل شيء كاين يعني ما قدرش نقول لك. فقال لي الله ماشي مشكل ملي ترجع منتصر أول شيء يخرج من دارك تذبحوا لي. قال لي ماشي مشكل. مشى انتصر على الأمونيين رجع أرجع السيد يعني محمل وبعد بالمتاع ديال داكشي اللي انتصر به كيوقف في الباب شكون اللي كيخرج كتخرج ليه بنته بنت جفطة هي اللي خرجت مشكلة هادي. فهو صرخ وقال لها ما يمكنش وهادي قالت لي لا أنت يعني وعدتي إلهيم أنك غادي غتعطي أول من يخرج وأنا اللي خرجت فأنا خصني نموت. فالبنت أعطاها الأب ديالها شهرين باش تطلع الجبل وتحيد الفيرجينيتي ديالها. مشات خرجت مع أولاد وداكشي لأن ما خصهاش تموت فيرجين. ومن بعد شهرين رجعت وقتلها باها والإله ما تدخل لا ما جاب لا خروف لا بقرة لا ما جاب حتى شي حاجة خلاها تقتلها وحرقها والإله عجبه الحال. فهاد القصص هادي كتعني وكاين واحد القصة أخرى ديال داود ديال سليمان قتل مئة ألف خروف. يقولوا بأن الله شم رائحة الشحم وابتسم لأنه كان عجبه ديك الساعة سليمان أنه دارت الفعل هذا. ولكن من اللي جي تشوف وتدرسها بطريقة أنتروبولوجية هي واضحة قصة جنية أن ناس دوك اللي شادين المعبد دوك اللاويين ليفي كانوا خطيرين لأن اللاويين كان منوع لهم يعملوا ما كانوش كيخدموا وما كانت عندهم أرض
ملي تقسمات اسرائيل بين 12 فخده اللاويين ما خداو والو. فشنو النصيب ديالهم هما؟ هو ان الناس كتجي تذبح لله وهما كياخذوا. دابا هما عند الناس ان هذيك كونسوماسيون كتمشي لله، ويرى اللحم كيشدوه كيقسموه كيقدوه وكياكلوه وكيعيشوا بخير وعلى خير. ف القصه ديال العيد الكبير او هذا العيد ديال الاضحى هي خرافه قديمه للاسف. مالينها اليهود عرفوا بان لا يمكن ان 17 يهودي في هذا العالم هذا يبدا جار حولي من قرونو كيدبح فيه في نيويورك ولندن وتل أبيب وفرانكفورت وباريس وروما، لأنهم كيعيشوا بارتو في العالم. ما جاتهم هذا شيء، ما بقاتش لي حتى شي صلاحية. وحيدوا هاد المسائل في عهد يعني ما يسمى بالكتابات المسيحية، تحيدت القصة ديال الذبيحة. أما المسلمين هم الوحيد اللي الآن بقي عندهم الفكرة ديال أنهم يقدموا الله الذبيحة، وهي الذبيحة هي كيسمو الابيزمون، يعني الله ملي كيتقلق عليك حتى كيشوف الدم عاد باش كيبرد، خصو يشوف الدم وخصو يشوف يشم الرائحة ديال الشواء عاد باش كيبرد. وهي مقولة منذ القدم، منذ يعني لديناستي شينواز عبر بالبابليين والأشوريين والمصريين، دائما كانت القصة ديال آلهة تقلقات أجي ندبحوا لها شي بنت أو شي ولد ومن بعد ولا الخروف. فالمسلمين باقين شادين فيها للأسف، وباغين يفهموا بأن راه في القرن 21 لا يمكن مليار ونص ديال الناس تذبح. على الأقل على الأقل أنا أظن كنا واحد 250 مليون ذبيحة كتقوم في العالم، وهذا شيء يعني لروسورس إيمان ما كيبغيوش هذا الاسميت. طبيا ما خداماش بزاف ديال الحوايج، اقتصاديا لوجيستيكيا ما خداماش، لولا أن نيوزيلندا نافعة العالم الإسلامي كل راه بنادم كيدبح وقيلا رجعوا يدبحوا ولاد معه تاني باش يساتيسفيو هذا الاله هذا والتعطش ديالو الى الدين. المهم درت لكم واحد دوره عالميه من قابيل وهابيل الى جينوهيم الى جوفتا باش نرجعوا للوراء ونعرفوا هاد عيد الاضحى هذا اولا ليس اسلاميا، ثانيا ليس حتى إبراهيميا، إنما هو عبارة عن فكرة قديمة ديال أن الطبيعة كتقلق عليك كتقدم لها واحد أحسن ما عندك. وخاصة في المصريين راه كانوا كيلوحوا بنت فيرج كيلوحوها في نهر النيل باش ما يفيضش عليهم ويقتلهم. المسلمين هم الوحيدين في هذه الكرة الأرضية الآن اللي باقيين كيديروها بهذه الكثافة وبهذا العدد. شكرا إخوان الاستماع.